في قصتنا الليلة، وهي قصة يعني سارق لص لكنه يعني فقيه مفتي. خرج قاضي أنطاكيا ليلا يريد أن يذهب لمزرعته، وبينما هو في الطريق خرج له لص وقال له: انزل عن البغلة، انزل وسلم كل ما معك، وإلا أوقعت بك مكروه. فقال القاضي: أيدك الله، إن لأهل العلم حرمة وأنا قاضي البلد. قال: أنت القاضي؟ الحمد لله اللي جابك لي، فأنت غني ثري مليء، ترجع إلى كفايتك من الدواب واللباس، ولو كنت فقيرا لأصابني شيء من تأنيب الضمير. فقال القاضي: إذن أين أنت مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين دين الله والعباد عباد الله والسنة سنتي ومن ابتدع فعليه لعنة الله، وإني عليك مشفق من أن تدخل في هذه اللعنة، وقطع الطريق بدعة. قال اللص: يا سيدي، هذا حديث مرسل لم يروى عن نافع ولا عن ابن عمر، ولو سلمت لك به. ماذا تقول عن لص متلصص لا يجد قوته وقوت عياله ولا يرجع إلى كفايته؟ يا سيدي، إنما معك حلال لي، فقد روى مالك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا دما غبيطا لكان قوت المؤمنين منها حلالا، يعني المضطر يأكل الميتة. ولا خلاف عند أهل العلم أن يحيي الإنسان نفسه وعياله إذا خشي عليهم الهلاك، يحييهم من مال غيره. وأنا والله يشهد أني مضطر، وما معك هو إحياء لي ولعيالي. أقول: سلم 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 ما معك وانصرف. فقال القاضي: إذا كانت هذه حالتك فدعني أذهب إلى مزرعتي وعبيدي وآخذ منهم ما أستتر به وأدفع إليك كل ما معي. فقال اللص: علينا، هيهات، فمثلك مثل العصفور في القفص، إذا خرج إلى الهواء لا يعود إلى اليد. فقال القاضي: إذا أحلف لك، والله أحلف لك أني سأفعل. قال اللص: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمين المكره لا تلزم. وقد قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأنت مكره على الحلف ولا يلزمك الوفاء به. أقول: هات هات بس اخلص. فأعطاه القاضي الدابة وكل ما معه والثياب، وأبقى له السراويل. قال اللص: والسراويل ولا بد منها. فقال القاضي: إنه قد آن وقت الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من نظر إلى سوأة أخيه. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال أهل التفسير أنها الثياب عند الصلاة. فقال اللص: أما صلاتك فصحيحة يا سيدي، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العراة يصلون قياما ويقف إمامهم في وسطهم. وقال مالك: لا يصلون جماعة بل يصلون متفرقين. مفتي. وقال أبو حنيفة: بل يصلون قعودا. وأما الحديث الذي ذكرته فهو حديث مرسل، ولو سلمت لك به لكان محمولا على النظر بالتلذذ، أما حالتك فحالة اضطرار فأنت مكره. فقال القاضي: لا حول ولا قوة إلا أنت القاضي وأنت المفتي. فأعطاه كل ما معه فأخذ كل شيء وانصرف.